نبدأ الجزء الثاني بتاع المحاضرة، الليمبيك سيستم. زي ما بقول دايما، عود نفسك بحط عناوين للموضوع اسهل على نفسي، بعد ما اذاكره ارجع للعناوين ده اشوف انا غطيتها ولا لا. فالليمبيك سيستم له اسامي دلعب اعرفها، اسمه باليو كورتكس. اذا كان السيريبرال كورتكس بيتقال عليه نيو كورتكس يعني الكورتكس الجديد، امال الباليو كورتكس؟ باليو يعني قديم، يبقى هو الليمبيك سيستم، ولذلك كانوا بيتقالوا عليه ليمبيك لوب، يبقى اسمه باليو كورتكس. او اسمه ها راينو كورتكس، له علاقه بالاولفاكشن الشم، او له اسم اسمه باليو باليوم. يبقى الليمبيك سيستم ممكن اقول عليه باليو كورتكس، راينو كورتكس، باليو باليوم. يهمني اعرف الفانكشنال ستراكشر، الكاركترستيك فيتشرز، الفانكشنز والافكت اوف ليجن اللي انا بقول عليها ليمبيك ليجن او بقول عليها كلوفر باسي سيندروم. هبدا باول حاجه عندي الفانكشنال ستراكشر. فانكشنال ستراكشر اوف ذا ليمبيك سيستم. الاول اعرف ديفينيشن للليمبيك سيستم ده هو عباره عن ايه. هو عباره عن ايه؟ ات از ذا ريم اوف كورتيكال تيشوز ويتش انسيركل ذا كوربس كالوزم. هو الجزء من الكورتيكال تيشو اللي بيحيط بحاجه اسمها الكوربس كالوزم. طب ابص على الصوره بتاعت مكان هذا الايه الليمبيك سيستم وارجع اعرف ايه هي الكوربس كالوزم. ادي الحاجه اسمها الكوربس كالوزم اللي اعرف معناها حالا، ديت الكوربس كالوزم. الجزء من الكورتيكال تيشو ده هو اللي بيحيط بهذه الكوربس كالوزم بقول عليها الليمبيك سيستم. يبقى ريم جزء بيحيط اهو اطار ذات اوف كورتيكال تيشو، طبعا ده الكورتيكال تيشو. يبقى ريم اوف كورتيكال تيشو ذات ان سيركل، بيحيط بمين؟ بالكوربس كالوزم. طيب الاول افهم بقى يعني ايه الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم هي عباره عن ايه؟ A wide thick nerve tract consisting of a flat bundle of transverse fibers beneath the cerebral cortex in the brain connecting the left and right cerebral hemispheres enabling communication between them. كلام جميل قوي، ركز معايا. البرين بتاعنا هلاقي فيه two cerebral hemispheres، ادا one cerebral hemisphere اللي هو الليفت، وادى الرايت هيمسفير اوف ذا سيريبرال كورتكس. هل الفص الشمال ده والفص اليمين كل واحد في عالم لوحده ولا متصلين ببعض؟ قال لك متصلين ببعض. متصلين ببعض بايه؟ بترانسفيرس فايبرز، باندلز، فلات باندلز اوف ترانسفيرس فايبرز بينيث ذا كورتيكال تيشو. ادى الكورتيكال تيشو اهو، يبقى بينيث يعني ايه؟ تحت الكورتيكال تيشو كده اهوت في ترانسفيرس فايبرز، نقول عليها فلات باندلز اوف ترانسفيرس فايبرز كونكت ذا تو سيريبرال هيمسفيرز، دي بقول عليها الكوربس كالوزم. يبقى وايد ثيك نيرف تراكت بتتكون من فلات باندل اوف ترانسفيرس فايبر تحت الكونكتيف ايه؟ تحت الكورتيكال تيشو اهو، بتكونكت التو سيريبرال هيمسفيرز الرايت بالليفت، فبتسهل عمليه الكوميونيكيشن بينهم. يبقى بالتالي اما ارجع تاني اهو، اما اقول الليمبيك سيستم، يبقى هو الجزء من الكورتيكال تيشو اللي بيحيط بالجزء اللي بيوصل الايه؟ اللي بيوصل التو سيريبرال هيمسفير ببعض. هشبهها لك بحاجه صغيره قوي عشان نتخيل، عشان تفهم الكوربس ايه كاللوزم ده. ركز معايا، لو انا قلت اهو ده الايه، لو خدنا بالشكل ده كده، ناخد بالنا اللي هو اللي بيشيل حديد، ده الحديد اهي، وادي الحديد اهي، وادي حته الحديد اللي بتوصل بينهم، ده الجزء ده اهو وان سيريبرال هيمسفير، الجزء ده وان سيريبرال هيمسفير، العصايه اللي بتوصل بينهم ده اهي
هي ديت الكورباس كالوزم. يبقى الكورباس كالوزم عباره عن ايه؟ فلات باندل اوف ترانسفيرس فايبرز كونكتنج ذا تو سيريبرال هيمسفيرز، فبتسهل عمليه الكوميونيكيشن بينهم وبين ايه؟ وبين بعض. كلام جميل قوي. يبقى عرفت دلوقتي ديفينيشن لمين؟ لهذا الايه؟ الليمبيك سيستم. طيب عايز اعرف في الفانكشنال ستراكشر تاني ايه هي البارتس بتاعته. انا عرفت ان هو جزء من الكورتيكال تيشو اللي بي ايه ريم اوف كورتيكال تيشو ذات انسيركل كورباس كالوزم. طب هو ايه الاجزاء ديت عباره عن ايه؟ هشوفها على الصوره حالا. الاوربيتال سيرفيس اوف ذا فرونتال لوب، كلام جميل. السب كالوزال اند سنجلت جايروس، الباراهيبوكامبال جايروس، الانكس والبيريفورم نيوكليوس، الهايبوثالاموس فانكشنالي ريليتد، جروب اوف اسوشيتد نيوكلياي زي الاميجدالا والسبتك والسبتال نيوكلياي. ابص على الصوره دي، انا اتفقت ان انا عندي هذا هو الليمبيك سيستم، ريم اوف كورتيكال تيشو ذات ان سيركل زي ايه؟ زي كورباس كالوزا. فهلاقي الايه؟ الاوربيتال بارت اوف ذا فرونتال اوف ذا فرونتال لوب هنا الفرونتال كورتكس. هلاقي في سيرتن جايراي زي السنجليت جايرس، هلاقي فيه زي الايه الفانكشنال ريليت الهايبوثالاموس ومنها الجزء اللي هو الماميلاري بادي، زي البارا هيبوكامبال جايرس، زي الاميجدالا والهيبوكامبس. يبقى بالتالي الكورتيكال تيشو اللي بيحيط بهذه الكورباس كالوزم ده عباره عن النيوكليو البارتس اوف ذا ايه اوف ذا ليمبيك سيستم. طيب وانا قاعد اتكلم قاعد اقول كلمه جايرس جايرس جايرس، ايه هو الجايرس والسالكس؟ بص على الصوره دي عشان ابقى فاهم كل كلمه انا بقولها. مس الفسيولوجي ان انا عايز افهم كل لفظ كل كلمه وبيحتاج فهم، وما بفهم بتاعي الكلام جميل والصوره وردي. يعني ايه جايرس ويعني ايه سالكس وانا بتكلم في البرين؟ The gyri are the ridges and the sulci are the grooves that appear on the wrinkled surface of the brain. لو بصيت على السيرفيس بتاع البرين هتلاقي فيه ايه؟ رينكلز، التفافات كده، جزء عالي وجزء منخفض، جزء عالي وجزء منخفض. الجزء المرتفع ده زي الملولو كده، اكن زي سلك التليفون، جزء بيعلى وجزء بيوط، اهي اهي جزء بيطلع لفوق اهو، جزء بينزل اهو. الجزء العالي ده بقول عليه الجيرس اهو، يبقى الجزء المرتفع ده الجايرس. الجزء اللي بينخفض لتحت ده في البرين ده اهو، النتوء ده اهو، بقول عليه السالكس. يبقى بالتالي لما اجي اقول ايه سنجليت جايرس بارا هيبوكامبال جايرس، يبقى انا فهمت ده جزء مرتفع في البرين في المنطقه الفلانيه اسمه وليكن ايه البارا هيبوكامبال جايرس، ده جزء مرتفع اهوت على السيرفس بتاع البرين. سنجليت جايرس نفس الكلام، يبقى انا عرفت يعني ايه كلمه جايرس و سالكس عشان مش ابقى بقول مصطلحات والسلام. يبقى انا عرفت الفانكشن ستراكشر از ديفينيشن اند بارتس. يبقى اول جزء في الليمبيك سيستم اللي هو الفانكشنال ستراكشر. طيب في كاركترستيك فيتشرز للليمبيك سيستم؟ قال لك اه، ركز معايا. الكاركترستيك فيتشرز بتشمل الاتي بتاعت الليمبيك سيستم. اول حاجه عندي حاجه اسمها البابل سيركت، صفه مميزه للليمبيك سيستم ان في حاجه اسمها البابل سيركت، one of the most important circuits in the limbic system، ودي بتكونكت the limbic system with the thalamus and the hypothalamus، ودي لها علاقه بالاموشن. كانوا زمان قاعدين يقولوا ايه الاموشن ديت مكانها فين؟ مين اللي بيتحكم فيها في البرين؟ ما كانوش عارفين. قعدوا يبحثوا ويتقصوا لحد ما عرفوا ان في سيستم اللي هو الليمبيك سيستم بالكونكشن بتاعته اللي موجوده في الباب السيركت اللي بتشمل مين لي الثالاموس والهايبوثالاموس والليمبيك سيستم، دي مسؤوله عن الايموشن. ايموشن ان انا اعرف السنسيشن اللي عندي ده زي ما هقول حالا، هل هو بليزنت اور ان بليزنت؟ في سنسيشن انا حسيته، هل هو ده حاجه تسعدني ولا حاجه تزعلني؟ ده اللي اسمها الايموشن. لو بصيت على الصوره اللي قدامي دي هلاقي البابل سيركت بتشمل ثلاث حاجات اساسيه اللي هي الثالاموس والهايبوثالاموس والليمبيك سيستم. يبقى هلاقي ادي الثالاموس انتيريو ثالاميك نيوكلياي، والهايبوثالاموس منها الجزء اللي هو الماميلاري باتس كونكتد بايه؟ ها؟ بالبارا هيبوكامبس
والسنجلت جايرس اللي هو جزء من الليمبيك سيستم. يعني اقدر اقول ان البابل سيركت بتكونكت مينلي 3 بيزك ستراكشرز اللي هي الثالاموس والهايبوثالاموس والليمبيك سيستم، وعرفت ان لها علاقه بالايه؟ بالايموشن. ده الجزء اللي بيتحكم في الايموشن، سنتر اوف ايموشن. يبقى اول صفه مميزه البابل سيركت. تاني صفة مميزة انها هذا الليمبيك سيستم بيحتوي على ميني ريفربريتنج سيركتس. ايه الريفربريتنج سيركت ده؟ هي ايام زمان واحنا بناخد في محاضرة اسمها الايه الريفلكس اكشن، كان في صفة مميزة له حاجة اسمها الافتر ديسشارج. لو بصيت على الصورة دي، المفروض ان انا عملت ستيميوليشن يدي ريسبونس وخلاص. في بعض الاوقات في الريفلكس اكشن اللي تميزه ان ممكن يبقى في انبوت، يعني في ستيميوليشن، والامبلس يطول شويه، الريسبونس يطول شويه، نتيجه ان ايه؟ ان في انتر نيرونز عامله لي ايه سيركت. هنشوفها ازاي. بص على الصوره، ادا الانبوت نيرون اهي، راحت عملت ستيميوليشن لايه؟ للانذر نيرون، الانذر نيرون، الانذر نيرون، الانذر نيرون. وان اوف ذا نيرونز بتطلع لي سايد برانش بيستيميليت انتر نيرون. لو بصيت على دي، لو بصيت على الاثنين دول مع بعض عشان اتخيل الدنيا ماشيه ازاي، ادا ايه؟ بري سينابتك نيرون، وادا بوست سينابتك نيرون. البري سينابتك عملت استيميليشن للبوست سينابتك، والبوست سينابتك طلعت لي سايد برانش عمل استيميليشن لانتر نيرون ثانيه. هذه الانتر نيرون دهيت رجعت عملت استيميليشن للبري سينابتك تاني. يبقى دخلنا في كلوزد سيركت اهي. ادا ايه؟ بري سينابتك، بوست سينابتك، سايد برانش للانتر نيرون، ثم البري سينابتك، بوست سينابتك، سايد برانش اهي. وفي كل مره بيدي الفايبرز بتكمل سكتها، يعني بتدي ريسبونس، يبقى بالتالي بقى في برولونجد افتر ديسشارج. المفروض الطبيعي ان لو ما فيش السايد برانش ده يبقى في ايه؟ بري سينابتك، بوست سينابتك، ديسشارج. طب مع الريفربريتنج سيركت بقى في بري سينابت، بوست سينابت، ديسشارج، وسايد برانش، استيميليت البري سينابت، يعني استيميليشن بوست سينابتك، ثم ديسشارج وسايد برانش، يعني معناها في برولونجد افتر ديسشارج. يعني يدي ايه؟ ها؟ يطول الريسبونس. يعني لها علاقه بايه؟ بالميموري. ما هو الميموري انا ماسك الكتاب وقاعد اقول فيسيولوجي از ذا ساينس اوف ايه، فيسيولوجي از ذا ساينس اوف ايه، الليمبيك سيستم از، الليمبيك سيستم، وقاعد اعمل ريبيتيشن. قاعد ازود الريفربريتنج سيركتس، بعمل بزود البرولونجد افتر ديسشارج، وبالتالي بحاول اثبت المعلومه. يبقى لها علاقه بالميموري. الكاركترستيك فيتشر اللي بعد كده للليمبيك سيستم ان له فيو كونكشن وذ سيريبرال كورتكس او نيوكورتكس. يبقى عارف ان له فيو كونكشن مش ميني كونكشنز. يبقى الكاركترستيك فيتشرز للليمبيك سيستم البابل سيركت، وعرفنا علاقتها بالايموشن، ان في ميني ريفربريتنج سيركتس وعلاقتها بالميموري، ثم ان له فيو كونكشن ويز سيريبرال كورتكس. يبقى انا لحد دلوقتي اتكلمت على ايه في الليمبيك سيستم، اتكلمت على الفانكشنال ستراكشر، على كاركترستيك فيتشرز. مهمه جدا النقطه اللي جايه ديت من اساسيات المحاضره اللي هي الفانكشنز اوف ذا ليمبيك سيستم او ليمبيك سيستم فانكشنز. ناخد نفس عميق، ديب انسبيريشن، ثم forced expiration slowly. نركز ايه هي الفانكشنز اوف ذا ليمبيك سيستم او ليمبيك سيستم فانكشنز. اول فانكشن مهمه جدا 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 ويا اساس الفانكشنز اللي بعد كده، حاجه اسمها behavior changes. يعني ايه؟ ركز معايا. لو تخيلت ان انا اتعرضت لستيمولس معين، انا مثلا داخل مكان، المكان ده كان فيه ريحة، محتاج اعمل ثلاث حاجات علشان اعمل بيهيفير في اتجاه هذا الاستيمولس اللي هو الريحة اللي موجودة في المكان. اول حاجة كوجنيشن، او بقول عليها نوليدج اند اندرستاند. يعني ايه؟ awareness of the sensation itself and its cause. يعني انا دخلت من الباب لقيت ريحة، عرفت ان في ريحة، تعرفت ان في ريحة، فهمت ان في ريحه. الخطوه الثانيه اللي هي الايموشن او الافكت، اللي هو feeling of the sensation whether pleasant or unpleasant.
يبقى انا عرفت السنسيشن ده هل هو بليزنت ولا ايه نون بليزنت. انا شفت الريحه اللي قدامي دهيت، عرفت هل هي ريحه حلوه ولا ريحه منفره، هيبقى في ريسبونس. انا دخلت لقيت ريحه نتنه، يبقى هحتاج اعمل ايه؟ هجري من المكان بسرعه. اللي انا بقول عليه الرياكشن التالت بقى في البيهيفير حاجه اسمها كونيشن او موتيفيشن، ارج تو تيك اكشن تو انترفيس ذيس سيشن اند اسوشيتد فيزيكال تشينج ان ذا بودي. يعني بمعنى انا عرفت ان الريحه ديت منفره وشديده وصعبه وانا مش هطيقها، هعمل ايه؟ احط ايدي على مناخيري واطلع جري وابقى قرفان ومتضايق، وهيحصل لي اوتونوميك تشينجز وايموشنال تشينجز، ولا ممكن دقات القلب تزيد. يبقى دي انفعالات البيهيفير تشينج نتيجه اكسبوجر تو سيرتن سنسيشن، ان كوجنيشن ايموشن اند كونيشن. كوجنيشن او بقول عليها نوليدج اند اندرستاندنج، ايموشن اللي بقول عليه افكت، والكونيشن اللي انا بقول عليه موتيفيشن. يبقى دي اول حاجه البيهيفير تشينجز المسؤول عنها الليمبيك سيستم. تاني حاجه الاولفاكشن والبيهيفير الاولفاكشن، وخدنا المثال انا دلوقتي شميت ريحه، الريحه ديت هنفعل من ناحيتها ازاي؟ هل هبقى مبسوط وهعمل واعمل ايه سنافنج، يعني احاول اخد ديب انسبيريشن عشان استمتع بالريحه وابقى مبسوط وريلاكسد والباراسمباثيك يشتغل، ولا ريحه منفره هاجري منها والسمباثيك يشتغل؟ يبقى عرفت اول فانكشن بيهيفير تشينجز، ثاني حاجه الاولفاكشن بيهيفير الاولفاكشن، ولذلك حتى السيستم ده كان اسمه الراينو كورتكس. ثالث حاجه عندي السيكشوال بيهيفير، وتشمل ايه؟ واحد شاف منظر مثير او سمع كلام مثير، يبقى الديزاير تزيد والريسبونس افتر ديزاير. يعني واحد ايه شاف منظر مثير فحصل ديزاير ناحيه الايه النظر سكس، هيحصل اريكشن، ولو زوجته يبقى ميتنج انتركورس ثم ايجاكيوليشن. يبقى دي كل ديت يتقال عليها سيكشوال بيهيفير اللي بيقوم بها مين؟ الليمبيك سيستم. يبقى بيهيفير تشينجز، اولفاكشن بيهيفير، سيكشوال بيهيفير، فيدنج بيهيفير. هذا الليمبيك سيستم مسؤول على ايه؟ نوعيه الاكل، الابيتايت. في فرق ما بين هانجر وابيتايت. هانجر انا جعان عايز اكل اي حاجه، ابيتايت لا انا عايز اكل نوعيه معينه من الاكل. المسؤول عن العمليه دي الليمبيك سيستم. طيب الفانكشن اللي بعد كده اجونيستيك بيهيفير، ان انا افهم ان اللي قدامي ده ايه عدو بالنسبه لي، عايز اهاجمه، عايز ادافع عن نفسي. ده الليمبيك سيستم يعرفك ان اللي قدامك ده ايه، ده بيهاجمك، انا عايز ادافع عن نفسي، عايز اهاجمه. يبقى انا عرفت ان بيهيفير تشينجز، اولفاكشن، سيكشوال بيهيفير، فيدنج بيهيفير، اجونيستيك بيهيفير. ريورد سيستم، وجدوا انه دوبامينرجيك ان نيتشر، هذا السيستم موجود في الليمبيك سيستم، ده مهم علشان الموتيفيشن والريورد، المكافاه، بكافئ نفسك. واحد بيعمل حاجه كويسه بينبسط، بيستمتع، بيكافئ نفسه بحاجه، ده اسمها الموتيفيشن سيستم او ريورد سيستم، وده دوبامينرجيك ان نيتشر. مهم علشان الليرنينج والميموري. الليرنينج والميموري مهمين جدا فيهم الريفربريتنج سيركت عشان اتعلم وعلشان اثبت المعلومه. الميموري الذاكره، يبقى محتاج الصفه المميزه للليمبيك سيستم انه ايه؟ ان ريتش ان ريفربريتنج سيركت، وبالتالي برولونجد افتر ديسشارج. الفانكشنز اللي بعد كده ريليتد للكونكشن بتاعته مع الهايبوثالاموس، يعني اكني بقول الفانكشنز بتاعت الهايبوثالاموس تاني. طب الفانكشنز بتاعت الهايبوثالاموس تاني زي ايه؟ زي كنترول اوف هرمون سكريشن، زي الاوتونوميك رياكشن، زي سليب وكفولنس سايكل، زي الهوميوستيزيس، زي الايموشنال ريسبونس تو بين. كل ديت فانكشنز للليمبيك سيستم ريليتد لمين؟ للكونكشن بتاعته مع الهايبوثالاموس، يعني ريليتد كونكشن للهايبوثالاموس، لان انا بعتبر الهايبوثالاموس جزء من الليمبيك سيستم.
يبقى بالتالي سلايد غايه في الاهميه، من اهم الحاجات بتاع النهارده الفانكشنز بتاعت الليمبك سيستم، ابقى عارف البيهيفير تشينجز، الاولفاكشن، سيكشوال بيهيفير، فيدنج بيهيفير، اجونيستيك بيهيفير، ريورد سيستم، ليرنينج، ميموري، فانكشنز ريليتد تو اتس كونكشن وذ ذا هايبوثالامس. ادي الجدول بيوريلي الكلام اللي انا قلته كفانكشنز لسيرتن بارتس ليمبيك سيستم. لو بصيت عليهم كل جزئيه منهم اذا كان سنجليت جايروس له علاقه بايه، البارا هيبوكامبال كلام مكرر عشان ما عادش وازيد فيه، يبقى انا عرفت الفانكشنز بتاعت ايه الليمبيك سيستم. دايما بقول بعرف امتى الحاجه لما بتختفي، لما بتروح، تحس بقيمه النظر لما تلاقي انك تعبتك شويه، تحس بقيمه السمع ودانك لما تلاقي ودنك بدات تلتهب شويه، تحس بقيمه رجليك لما تلاقي نفسك مش قادر تمشي. يبقى انا لما اشوف لو حصل ديستربنس ايه اللي يحصل اعرف قيمه الحاجه. فما يحصل ليجن في الليمبيك سيستم زي الاميجدالا نيوكليس او الاميجدالويد نيوكليس يحصل فيها ليجن، بيحصل لي ليمبيك سيستم ليجن بقول عليه كلوفر باسي سندروم، وده بيمتاز بالاتي. هتلاقي ديستربد اولفاكشن، بقى في مشكله في الشم عنده طبيعي اذا كان هو مهم علشان الفاكشن بيهيفير، بقى عنده حاجه اسمها فيجوال اجنوزيا او يتقال عليها سايكيك بلايندنس، يعني ايه؟ شايف حاجه قدامه بس مش فاهم هي ايه. ما احنا اتفقنا ان هذا السيستم مسؤول عن البيهيفير، ان انا اتعرف على الحاجه كوجنيشن يبقى في ايموشن وكونيشن. طب انا مش فاهم الحكايه، بقى في اجنوزيا عدم معرفه، فيجوال اجنوزيا، شايف الحاجه اللي قدامه ومش فاهم معناها اكنه مش شايف، سايكيك ايه بلايندنس. تالت حاجه عندي لوس اوف فير رياكشن. طبعا واحد مش فاهم اللي قدامه ده عباره عن ايه، فطبيعي انه مش هي ايه مش هيبقى عنده الريسبونس المناسب لهذا الشيء لو هو ضر بالنسبه له. في الرياكشن ده مهم قوي، يعني انت لو جاي ماشي معدي سكه القطر لقيت قطر في سكتك، هتاخده بالحضن ولا تجري بعيد عنه؟ وانت ماشي لقيت اسد جاي في وشك، هتجري منه ولا تروح تاخده بالحضن؟ يبقى انا عرفت ان دي حاجه هتضرني، لا الفير رياكشن هجري منه. طب انا مش اللي قدامي ده انا شايف بس مش فاهم هو ايه، هجري في وشه. هتلاقي الشخص ده هو القطر جاي داخل عليه، هو داخل في وشه، الاسد بيقرب منه هو رايح ناحيه الاسد زي ما اشوف في صورة حالا. يبقى لوس اوف فير رياكشن سببه ايه؟ الفيجوال اجنوزيا، الحاجه اللي قدامه مش فاهم معناها. هتلاقي بيمتاز بحاجتين مهمين قوي، حاجه اسمها بلاسيديتي وحاجه اسمها تامينس. بلاسيديتي تلاقيه بيقول عليه ايه؟ بارد. بارد يعني ايه؟ ماهوش جسمه ساقع، لا يعني بارد يعني ايه؟ او بلاسيديتي يعني ايه؟ ما بيغضبش. عكس مين؟ الريج رياكشن، ما بيغضبش، ما فيش عنده اجريسيفنس، يعني بارد، ما فيش عنده ريسبونس، مهما تحاول تزعق له عمل حاجه غلط تحاول ولا الهوى. امال تمنس هيزيتيتد او نوت ديسيجن ميكر، يعني ما بيعملش اي حاجه من نفسه، انت تقول له اعمل كذا يعمل، لكن غير كده ما بيعرفش ياخد اي قرار. يبقى حاجه اسمها بلاسيديتي وحاجه اسمها تامنس. طيب في ايه تاني؟ هتلاقي عنده حاجه اسمها هايبر اوراليتي وحاجه اسمها اومنيفيجيا وحاجه اسمها بوليميا. هايبر اوراليتي خلاص اي حاجه بياخدها يحطها في بقه، ما هو مش عارف دي ايه، يعني زي ما قلت في عنده فيجوال اجنوزيا، ما يعرفش ده اكل ولا شرب ولا ده ايه، اي حاجه بياخدها في بقه، بيتعرف على الحاجات ببقه زي الطفل الصغير. الطفل الصغير اللي لسه مولود عنده بقى وكبر شويه بقى عنده سنه ولا سنتين، اي حاجه بيلاقاها في الارض بياخدها يحطها في بقه، نوت ويل ديفلوبد لسه. تاني حاجه اسمها اومنيفيجيا، تلاقيه بيعمل ايه؟ اي حاجه بياكلها ما تفرقش معاه بقى ازاز طوب ورق، بياكل حاجات غير طبيعيه، اومنيفيجيا. بوليميا عنده اتاكس اوف سيفير اتاك اوف ايتنج، عايز ياكل كتير وبعدين يعمل انيشيشن لفوميتنج، يعني بيجي له اتاك انه ياكل حاجات كتير كتير وبعدين يحط في ايده بقه مثلا عشان يرجع. يعني في عنده disturbed feeding behavior in the form of hyper orality, omniphagia وبوليميا. هتلاقي عنده hyper sexuality، مش انا قلت مهم عشان السيكشوال behavior؟
طب هنا هيبقى ديستربد، فيبقى عنده هايبر سيكشواليتي لدرجة انه ممكن يبقى ايه، يحاول اتاك، يحاول يهاجم، يحاول هاز ديزاير تو ميك سيكشوال انتر كورس ايفن ويز اماتيور بيرسون او ايفن ويز اذر سبيشيز، كائنات اخرى، يبقى هايبر سيكشواليتي. هتلاقي عنده ديستربد ميموري وليرنينج. مش انا قلت مهم جدا هذا السيستم علشان الميموري والليرنينج؟ طيب هو ديستربد يعني ريفربريتنج سيركت ديستربد، يبقى بالتالي هيكون عنده ديستربنس فيه. انا قلت سنتر اوف موتيفيشن وريورد سيستم، بالتالي هيبقى عنده ديكريز في الموتيفيشن والمودنس، وهتلاقي عنده ديبريشن اكتئاب. هتلاقي عنده نيجاتيف ثينكينج وبرسبشن اوف ونيجاتيف بيرسبشن اوف ايفنت ونيجاتيف ايموشن، دايما تفكيره سلبي. اللي يقول له صباح الخير بيتكلمني بالطريقه دي ليه كده وما اعرفش ايه، شاف اي موقف حتى لو هو موقف يبسط يدور على الجانب السلبي فيه، اي حاجه تفرح بيفكر في السلبي فيه، عنده نيجاتيف ثينكينج، نيجاتيف بيرسبشن اوف ايفنتس، نيجاتيف ايموشنز. تلاقي عنده سليب ديسوردرز، طبعا انا قلت له علاقه بالمشاكل اللي بردك، لو لما يبقى ديستربد يعني معناه اكن الهايبوثالاموس ديستربد جزء منه. هل هتلاقي عنده سوشيال ايزوليشن، يعني ما هوش اجتماعي، محدود، عازل نفسه بنفسه، انه مش قادر يتجاوب مع المحيط به. يبقى الليمبيك سيستم ليجن هتلاقي ديستربد اولفاكشن، فيجوال اجنوزيا، لوسوف رياكشن، بلاسيديتي وتامينس، هايبر اوراليتي واومنيفيجيا وبوليميا، هايبر سيكشواليتي، ميموري اند ليرنينج ديستربنسز. هتقل الموتيفيشن والمودنس والديبريشن، وهتلاقي عنده ديبريشن. هتلاقي نيجاتيف ثينكينج وبرسبشن اوف ايفنتس واموشن، هتلاقي سليب ديسوردرز وسوشيال ايزوليشن. عشان افهم الصوره بص على دي، عملوا اكسبيرمنت على مونك على ايرت، دمروا له الليمبيك سيستم. تخيل عامل ايه، اهو ماسك تعبان في ايديه وعايز ياكله، عنده فيجوال اجنوزيا، مش عارف ان التعبان ده ايه، خطير وعايز ياكله، انكريز ذا اورال تندنسي، ديكريز ايموشنال رياكشن، مش خايف منه. وممكن تلاقي ولو عنده انه عنده هايبر سيكشواليتي. يبقى انا دلوقتي غطيت كل المطلوب مني فين، في الليمبيك سيستم. وزي ما بقول الكلام جميل جدا ومسلسل، انا اول حاجه اتكلمت على الفانكشنال ستراكشر، ثم اتكلمت على الكاركترستيك فيتشرز، ومنهم دخلت على الفانكشنز. وما الفانكشن تبقى ديستربد معناها في ليجن، والسندروم اسمه ليمبيك سيستم ليجن سندروم، او بيتقال عليه كلوفر باسي سندروم، بيبقى مين لنتيجه ليجن في الاميجدالويد نيوكلاس، يبقى بارت منين، من الليمبيك سيستم. طيب احنا اتفقنا مع بعض في الاول ان في ليرنينج اوبجكتيفز، طب اعمل سمر اشوف هل الكلام اللي انا قلته هقوله قلته ولا ما قلتوش. انا قلت هقول ديسكرايب ذا فانكشن ستراكشر اوف ذا هايبوثالامس، قلناه منشن فانكشن اوف ذا هايبوثالامس اتكلمنا عنها، اوت لاين ذا هايبوثالاميك سيندروم اتكلمنا عنه، وبالتالي يبقى غطينا كل ما يخص الهايبوثالامس. دخلنا على الليمبيك سيستم واتكلمنا على الفانكشن ستراكشر اوف ذا ليمبيك سيستم، اتكلمنا على الامبورتنس اوف بابل سيركت، اتكلمنا على الفانكشنز اوف ذا ليمبيك سيستم، واخيرا افكت اوف ليجن اوف ليمبيك سيستم، اتكلمت على الباثوفيثيولوجي اوف كلوفر باسي سيندروم، اتكلمت على الكلوفر باسي سيندروم او الليمبيك سيستم ليجن. اشوف انا فهمت كلامي ولا لا، ابص على اكزامبلز اوف سيلف اسسمنت كويشنز الام اس كيوز. السؤال الاولاني بيقول لي ويتش اوف ذا فولونج از ا فيتشر اوف هايبوثالامس، ها اركز، هل الوزن بتاعه 14 جرام؟ هل بيمثل الفلور اوف ذا فورس فنتركل كونكتد بالبيتيوتري باي انفانديبولار؟ ايوه، يبقى كونكتد تو بيتيوتري باي انفانديبولار، يبقى الاجابه بتاعتي هي سي. السؤال الثاني، ويتش اوف ذا فولوينج ريسبتورز ار نوت بريزنت ان ذا هايبوثالامس، اركز، وده قلنا اثناء الشرح هو فعلا اللي مش موجوده في الهايبوثالامس هي الايه؟ البارو ريسبتور، يبقى الاجابه بتاعتي البارو ريسبتورز. السؤال اللي بعد كده، which of the following is or are considered as a part of the posterior nuclei of hypothalamus، اتكلمنا عنها واحنا بنشرح، هي مين؟ ها؟ الماماري، الماميلاري بادي، يبقى الماميلاري بادي ده هو اللي عباره عن جزء من البوستيريور نيوكلاي اوف هايبوثالامس. السؤال اللي بعد كده، which hormone is secreted by the hypothalamus، اتكلمنا عنها واحنا بنشرح، مين اللي بيطلع من الهايبوثالامس في دول؟ ايوه الاوكسيتوسين، ومين كمان؟ ها؟ الانتي دايتيك هرمون، ومين كمان؟ الريليزنج فاكتور، زي مين؟ جونادوتروفينيليزنج هرمون، كورتيكوتروفينيليزنج هرمون، برولاكتين انهبيتوري هرمون وبرولاكتين ريليزنج هرمون، وهكذا.
السؤال اللي بعد كده، هايبوثالاميك ليجن كوزز دايابيتس انسيبيدس ديو تو ايه؟ ديفيشنت انهي هرمون من دول؟ اتكلمنا عنه، الانتي دايوريتيك هرمون او اسم الدلع بتاعه الفازو بريسين. السؤال اللي بعد كده، هايبوثالاموس كنترولز ادرينالين سيكريتنج سنتر بريزنت فين؟ ايوه شاطر، في المظله اوبلونجاتا. السؤال اللي بعد كده، ايموشنال اند بيهيفيرال اكتيفيتيز اوف هايبوثالاموس ار ديو تو اتس كونكشن باي ايه؟ ها؟ انا قلت الهايبوثالاموس كونكتد بمين وبيعملوا لي سيستم مع بعض لهم علاقه بالكنترول اوف ايموشن عن طريق سيركت اسمها بابس سيركت. مين لمين؟ ها؟ هل هو الثالاموس ولا الليمبيك؟ الليمبيك سيستم، شاطر. ما انا قلت البابل سيركت هتشمل مين؟ ها؟ الهايبوثالاموس، الليمبيك سيستم، والثالاموس. الهايبوثالاموس شغلها الاساسي اللي له علاقه بالايموشن عن طريق اتصالها بمين؟ بالليمبيك سيستم. السؤال اللي بعد كده، which of the following is not a feature of limbic system؟ لو بصيت كده البابل سيركت ده كاركترستيك فيتشر، ان سيركل كورباس كالوزم مظبوط، في ريفربريتنج سيركت وفي يو كونكشن نيو كورد، يبقى الاجابه الصح بتاعتي ايه اللي هنا؟ في ريفربريتنج سيركت، لان انا عارف ان الليمبيك سيستم فيه ميني ريفربريتنج سيركتس. السؤال اللي بعد كده، ذا بيشنت لوسز اجريسيفنس اند ات از فيري ديفيكالت تو ميك هيم انجري، بارد ما بيغضبش، يبقى ايه؟ بلاسيديتي. السؤال اللي بعد كده، ات از اولسو تيرمد راينو كورتكس، يبقى مين؟ الليمبيك سيستم، شاطر. السؤال اللي بعد كده، باب السيركت كونكتس بتوصل بمين بمين بمين؟ ده انا لسه قاعد اعيد وازيد فيها، ما ينفعش اتسال في ليمبيك سيستم ما اعرفش يعني ايه باب السيركت. يبقى باب السيركت بتكونكت الثالاموس بالليمبيك سيستم بالهايبوثالاموس. السؤال اللي بعد كده، awareness of the sensation itself and its cause، شاطر. cognition شاطر. السؤال اللي بعد كده، limbic system shares in the control of sleep cycle through its connection with ايه؟ ها؟ شاطر. اللي مين؟ الهايبوثالاموس. افتكر دايما بنربط الهايبوثالاموس بالليمبيك سيستم، عشان كده المحاضره اسمها هايبوثالاموس اند ليمبيك سيستم. السؤال الاخير بتاعنا، presence of many reverberating circuits in the limbic system explain which function of it. شاطر مين؟ الميموري. الميموري اللي بيفسرها ايه؟ الفانكشن كفانكشن للليمبيك سيستم ايه؟ ها؟ ان في ريفربريتنج سيركت، يعني في برولونجد افتر ايه؟ ديستشارج. ادي الام اس يو انسر كي بتاعتنا، وادي الحاله بقت واضحه جدا دلوقتي. الشخص ده كان اتعرض لهيد انجي افتر رود تريفيك اكسيدنت، فبقى عنده لوس اوف كونشس اللي هو بقى انكونشس، اتنقل للمستشفى، دخل عنايه المركزه، قعد زي ما قعد وعالجوه، بعد ما فاق بقى عنده هايبر اوراليتي وامنيفاجيا فيجوال اجنوزيا بلاسيديتي، يعني معناها عنده ايه؟ كلوفر باسي سندروم او ليمبيك سيستم ليجن، وديت الاعراض بتاعته زي ما هو واضح بالنسبة لنا، واظن واضحة وفسرناها، عرض سببه ايه ومعناه ايه. وادي الريفرنسز بتاعتنا، ارجو ان الامور تكون واضحة بالنسبة لنا، بالتوفيق ان شاء الله.